مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا. والنهارده حلقه بتطلبوها مننا كل فتره كده باصرار يعني، وهي حلقه بلح الشام. هنعمل النهارده بلح الشام ومن نفس العجينه باختلاف بسيط جدا. هنطلع كمان التشوروز المكسيكي، هو حاجه شبه بلح الشام جدا، وهي احد الحلويات اللي يعني بنسميها ستريت فود هناك، او يعني حاجات زي مثلا عربيه البسبوسه اللي في الشارع عندنا، حاجه كده بتبقى عربيات وبتتباع في الشارع، بتتعمل بنفس طريقتنا بالظبط بالظبط. الفرق بس ان ممكن تكون العجينه باللبن او بالميه، فاحنا هنعملها باللبن مش بالميه، وبيبقى ارفع بكتير جدا، بيتحط له قرفه وسكر كتير جدا، وبيبقى منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض المقادير ايه وهنشتغل ازاي. عندنا اول حاجه عشان نعمل بلح الشام او التشورز، العجينه واحده باختلاف ان مقدار الميه هيبقى لبن في التشورز المكسيكي. هنحتاج كوباية دقيق وكوباية مية وربع كوباية زيت وثلاث بيضات ومعلقتين صغيرين فانيليا، وعندنا النهاردة فانيليا دريم هي اللي هنستخدمها وهنعمل بيها الوصفة، فعندنا معلقتين صغيرين فانيليا دريم ورشة ملح. يبقى كوباية دقيق وكوباية مية وربع كوباية زيت وثلاث بيضات، معلقتين صغيرين فانيليا دريم، رشة ملح. عندنا شربات علشان بلح الشام، هنحتاج كوبايتين سكر وكوباية مية، عصرة ليمون، واختياري ممكن نضيف مية ورد أو فانيليا من دريم. وللتقديم هنحتاج سكر باودر وقرفة باودر، صوص شوكولاتة وصوص كراميل، ودي كل اللي هنحتاجه النهاردة، وهنبدأ نشتغل دلوقتي مع بعض. هنبدأ أول حاجة بالعجينة. أنا هعمل معاكم العجينة مرتين عشان نبقى يعني إيه ذاكرنا التكنيك بتاعها تماما، مرة هعملها للتشورز ومرة هعملها البلح الشام. مبدئيا كده حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، الزيت بتاع بلح الشام زيت بارد، فبالتالي ما بنسيبوش يسخن لحد ما نشتغل ولا أي حاجة، لأ خالص، إحنا بنحطه على النار وننزل فيه بلح الشام وهو بارد تماما. هاجي هنا هحط حلة على النار وهعلي عليها، وهعمل ايه؟ هضيف الدقيق مع الميه، اسفه مش الدقيق، مع الزيت طبعا. عجينه بلح الشام هي قريبة جدا من تكنيك عجينة الشو، مع فرق ان هنا بنستخدم زيت وهناك بنستخدم زبدة. رشة من الملح وفانيليا دريم، الباكت بيجي لنا كده، باكت الفانيليا كلنا عارفينه. وهنزل الباكت في المية، وده طبعا عشان لما نيجي نضيف البيض يبقى اوريدي ضايفين الفانيليا ومأمنين نفسنا من اي زفارة. ماشي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى لما المية دي تغلي، وهخلي جنبي معلقة خشب عشان انا هحتاجها قريب جدا. هقلب وهغطي عليها عشان اضمن ان الميه تغلي بسرعه، وهسيبها شويه. طيب في اثناء ما ده يحصل انا ممكن اجيب البيض كده اديله ضربه صغيره، مجرد ان انا اكسر البيض يعني، مش بخفقه خفق حقيقي يعني، انا بس بخلطه لمجرد اني اخليه حاجه واحده. شايفين خفقه سريعه جدا كده. بس بالمنظر ده مش اكتر من كده، ونشوف حصل ايه في المية. المية على وشك ان هي تغلي، لازم نستنى المية لما تغلي تماما. فانا هغطي عليها ليه؟ بغطي عليها عشان ما يحصلش بخر في المقدار وانا مستنياها تغلي، لان ده مقدار لما تقعد المية تتبخر 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 ده ممكن يأثر على النتيجة النهائية بتاعتي. هي غليت وانا سايباها تغلي جامد، اتأكد ان هي غليت جامد كويس. في ايدي مقدار الدقيق
وجنبي المعلقه الخشب. مجرد ما اشوف الميه غليت كده غليان جامد هعمل ايه؟ هقوم جايبه الدقيق منزلاه فيها، بس انا لسه كمان عايزاها تغلي اكتر من كده. هقفل عليها سنه عشان تدي غلوه كده جامده قوي. يلا، وهقوم منزله فيها مقدار الدقيق، واول ما انزل مقدار الدقيق على طول بالمعلقه الخشب هبدا اقلبه مع خليط الميه والزيت. هقلب كويس جدا لحد ما يبقى الكتله اللي انتوا شايفينها دي اللي مش متناسقه اطلاقا وما يبانش انها يعني شكلها هيطلع اي حاجه عدله خالص. هوطي درجه الحراره وهستمر في التقليب. هلاقي ان العجينه بقت كتله عماله تتحرك معايا من ناحيه للتانيه. انا كده ايه؟ انا كده صح جدا وعجينتي ماشيه كويس قوي. بفضل افتح فيها كده، والغرض من اني افتح فيها اني اخلي البخار اللي جواها يطلع بره بقدر الامكان. انا عايزه اخلص من شويه من البخار ده، عشان البخار ده لو ما خلصناش من شويه منه هو اللي بيعمل التلبيده او التعجينه اللي بتبقى في قلب بلح الشام. وصلنا للي احنا عايزينه، والعجينه بقت كتله واحده اهي، وفتحناها وعملنا اللي علينا. وناخد ام ندى على التليفون واحنا برضو بنقلب فيها. يا ام ندى اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك يا شيف ساره؟ عامله الحمد ايه؟ لله يا حبيبتي. انتي اخبارك ايه؟ انا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كلك ذوق. انا بشكر حضرتك قوي على بلح الشام النهارده. اشكرك يا حبيبتي، ان شاء الله يعجبك، وشكرا جزيلا ليك يا حبيبتي. ربنا يخليك، انا كنت بشكر حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا، واهلا وسهلا بحضرتك. تمام، يبقى كده خلصنا المرحله الاولى. ماشي، مرحله ايه؟ العجينة او اساس العجينة، لسه ما دخلناش في مرحلة اضافة البيض خالص. هنبدأ دلوقتي نضيف البيض. انا سايبة العجينة تهدى شوية من الحرارة، وعندنا حلين، يا هنكمل بالمعلقة الخشب عادي جدا، يا اما هننقل في العجان سواء، يعني الاتنين بيدوا نفس النتيجة، ما عندناش اي اعتراض. ولكن لو هننقل في العجان هنشتغل بسلاح الكف، مش الويسكة او مش الشبك، لا هنشتغل بالكف اللي هو ده. هناخد العجينة ننزلها في العجان، وهنبدأ نضرب شوية عشان نطلع البخار الزايد منها. شايفين بخار قد ايه طالع من العجانة؟ كل البخار ده، كل البخار اللي طالع ده كان هيخلي العجينة بتاعتي ملبدة ومكتومة، بس انا بطلعه وهو ده احسن حاجة دلوقتي قبل اضافة البيض. ريحة الفانيليا تحفة طبعا، معرفاني ان انا لما اضيف البيض مش هيبقى عندي اي زفارة. وهبدأ دلوقتي بعد بس حبة كده يخلص البخار ده اضيف البيض. ما تدخل لي مشروب سخن يحتوي على الكثير من الكافيين يا حمدي. ماشي، ونكلم ام رحمه واحنا بنضرب العجينه. يا ام رحمه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا ستي؟ عامله ايه؟ ازيك حبيبه قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يديكي الصحه يا رب. انا وانت يا رب يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي. دلوقتي لو سمحتي عايزه اسالك، لو انا مش ما عنديش مضرب زي ده عشان اضرب العجينه بتاعتي، ما عندكيش ايه؟ مضرب عادي خالص بالمعلقه الخشب. كملي الجايه هعملها لكم بالمعلقه الخشب. يعني ممكن عادي يعني؟ عادي جدا جدا. الجايه هعملها لكم بالمعلقه الخشب عشان اوريكي الطريقه كمان. العفو يا حبيبه قلبي، تأمريني. اهلا وسهلا بيكي. هنشغل العجان، واحنا بنشغل العجان هنبدا في اضافه البيض تدريجيا، نضيف حبه ونستنى يتخلطوا. حبة كمان،
عايزه عشان الازعاج بس يا جماعه. احنا هنطلع فاصل لحد ما نضربها، انا هستمر في الضرب مش هعمل اي حاجه لحد ما الاقيها مسكت وبقت لزجه كده، ولما ترجعوا هوريها لكم بقت عامله ازاي. فاصل صغير مستنياكم. رجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه، استمريت في العجن. بس عايزه الفت نظركم لحاجه، هتشوفوا ده اكتر واوضح لما ابقى شغاله بالبوله بالمعلقه الخشب. في البدايه يبان ان العجينه دي استحاله تطلع عجينه، بتبان سايله والبيض منفصل عنها ومش راضي يتخلط ومكلكعه وكل حاجه في الدنيا. بس مع الاستمرار في الضرب، استنى انا هطلعها لك في كيس الحلواني دلوقتي تشوفها بوضوح. مع الاستمرار في الضرب بتوصل للي احنا عايزينه بالظبط، فمحدش يستعجل ويعمل اي حاجات من غير ايه بكون قلت عليها. يمشوا على الوصفه بالظبط وكل اموركم هتبقى تمام. معايا كيس حلواني دلوقتي وعجينه البلح الشام، عجينه بلح الشام تقيله، فبنحتاج كيس حلواني تقيل يستحملها عشان ما تقطعهوش. حطيت فيها البلبله، انا هستخدم البلبله النجمه المقفوله دي، بتديني شكل حلو بالذات، انا بحب كده اعمله كور صغنطوطه اهي، بحب اعمله كور كده صغنطوطه على قد البق، حواريكم دلوقتي شكلها، فدي بتطلع شكلهم جذاب قوي بصراحه. وهنعمل ايه؟ هنيجي نقلب الكيس ده كده على ايدينا ونبدا ناخد من العجينه وننزل كده. شايفين العجينه تقيله ازاي؟ انا هوريكم حالا اهو، شايفين لزجه وتقيلة ازاي؟ متنزلش حتى من على المعلقة يعني غير بطلعان الروح، ولزجة جدا ولونها طبعا اصفر من البيض اللي احنا حاطينه. هي كده مظبوطة جدا وزي ما انا عايزاها. يلا هاخد كل المقدار ده، طبعا مقدار صغير عشان اللي حابب يجرب، فمقدار صغير تقدروا بقى تضعفوا براحتكم كل ما تبقوا عايزين تعملوا اكتر. كده نقلت العجينه بتاعتي كلها لكيس الحلواني، واجي بقى هنا كده اضغط عشان ايه تنزل معايا لحد البلبلة فتطلع بسهولة زي الفل. أنا كده جاهزة للشغل. ماشي، هعمل إيه تاني؟ ووك مليانة زيت بارد خالص أهو، دلوقتي هحطه على النار، لكن هو في الأساس بارد، أنا مفضياه من الإزازة. وهنبدأ نعمل إيه؟ بصوا بقى يا حبايبي، بإيد في إيدينا كيس الحلواني وفي ايد في ايدينا مقص، هنزل حته واقص، حته واقص. شايفين انا بعمله صغنطوط ازاي؟ طبعا ليكم مطلق الحريه تعملوه باي مقاس يريحكم. ولازم العجينه كده تنزل في الزيت البارد، ده اللي بيخليها ما تبقاش معجنة من جوه وهشة ومستوية وكل اللي احنا عايزينه. وضروري جدا اطلع وحدات بلح الشام بتاعي يعني بنسبة كبيرة يكونوا قد بعض عشان ياخدوا نفس الوقت في السوا ما يغلبونيش. بالراحة خالص بشتغل بهدوء، مادام تكنيكي صحيح عارفة انا بعمل ايه، مقاديري وعجينتي مظبوطة ولا اي حاجة تقلقني. واحدة خبطتها بالمقص من غير مقصود، عادي غلطة غير مقصودة،
ثواني بس، زي الفل. العجينة كلها بقت في الزيت. ناخد إسراء على التليفون ونشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي. يا إسراء اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا إسراء؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ كويس الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبة قلبي. ممكن حضرتك تعيدي وصفة بلح الشام؟ حالا دلوقتي هنعيد المقادير بالتكنيك بكل حاجة في الدنيا. اتفرجي كأنك لسه بتتفرجي أول مرة. لا دلوقتي هنعيد، هنعملها مرة تانية. ماشي إسراء، ميرسي يا حبيبتي على تليفونك. عبال ما بس يحصل عايزين كمان نحط الشربات على النار. ادي المية وادي السكر. وهنسيب الشربات بقى يغلي على النار، وفي الاخر هنضيف له اي حاجة عايزين ننكه بيها، مية ورد، فانيليا، براحتنا. وهنضيف عصير الليمون. زي ما انتوا شايفين بلح الشام عمال ايه يسخن مع الزيت. دي الطريقة الصحيحة للتسوية، بلح الشام بينزل في زيت سخن. وهنخلي كمان الزيت متوسط مش سخن قوي. هناخد مدام هبة على التليفون. يا مدام هبة اهلا بيكي. قطع يا مدام هبة، كلمينا تاني واهلا وسهلا يا حبيبة قلبي. عيننا معاه وهنلاقي ان الدنيا عندنا تمام جدا ومفيش اي مشكلة. احنا بس هنديله تقليبة خفيفة لما يبدأ يتماسك. كل ما بيسخن كل ما بيطلع على وش الزيت، كل ما بيسخن كل ما بيطلع على وش الزيت. وانا مش عايزاه يسخن بسرعة، عايزاه ياخد وقته خالص. تعالوا بقى نشوف لو عملنا نفس العجينة دي بس للتشوروز المكسيكي هنعمل ايه. مبدئيا كده هنبدل المية بلبن. حلو الكلام، بدلنا المية بلبن. تعالوا نحط اللبن على النار. وهنحط مع اللبن الزيت وانا الحقيقة عشان احنا مش بنغطس عجينة التشوروس في شربات او حاجة، فبحط على المية بتاعتها شوية سكر باودر وممكن سكر عادي، شوية بس، قد معلقة ونص كبار كده، بتدي شوية تحلية للعجينة ما بتبقاش متوفرة عشان ايه احنا ما عملناش ما حطيناش شربات، فده كده بيحلي الدنيا شوية وبيخليها ألطف. هنبص على بلح الشام هنلاقي اللي حصل ايه، انه عمال يقب على الوش. شايفين شكله ما بصش ولا اي حاجة، محافظ على شكله وجماله زي القمر وزي الفل. لسه العجينة بيضة قوي على ان احنا نبدأ نقلب فيها جامد، فلو هتقلبه هيبقى بمنتهى الحرص عشان ما تشوهوش منظرها. كده بالراحة خالص اضغطوا كده عليها، اطمنوا ان بس الزيت واصل كل الجوانب وبيسوي من كل الاتجاهات، لكن بمنتهى الحرص. الشربات بدأ يغلي، بلح الشام بيتقلي، هنا الحليب اللي للتشوروز بيسخن، نديله تقليبة. عشان بس السكر الباودر يدوب وكل امورنا ماشيه زي الفل. معلقه خشب طبعا هي افضل حاجه للتعامل مع عجينه بلح الشام لانها عجينه تقيله، ممكن جدا تقطم لكم معلقه بلاستيك او تكسر لكم سباتشولا او حاجات كده، فعشان ده ما يحصلش اعملوا اللي بقول لكم عليه ده. الشربات زي الفل ماشي، وبلح الشام برضو ماشي. طبعا كل ما هتستخدمه بلبلة ارفع كل ما حجمه هيكون اصغر، هيكون ارفع يعني. والتشوروز على الهوا معاكو اهو، مقاديره لكل اللي عايزها. طيب اللي احنا بنعمله دلوقتي يا جماعة هو بالظبط بالظبط عجينة بلح الشام، كل الفرق ان احنا بدل السكر حطينا لبن، فاحنا كده كأننا بنعيدها تاني علشان نتعلمها تاني مع بعض. اللبن على النار مع السكر والزيت واحنا سايبينهم يسخنوا، ما عندناش اي مشكلة. هنرجع لهم لما يغلوا لان ما نقدرش ننزل الدقيق الا لو كانوا غليوا. لحد ما ده يحصل هنيجي هنا عند البيض هنديله ايه التقليبة الخفيفة اللي عملناها المرة اللي فاتت.
لمجرد بس انه يتخلط. تمام. وهاجي عند فانيليا دريم اخد باكت انزله على اللبن اللي بيسخن. نقلب الفانيليا، احنا كده بنأمن ان البيض لما ينزل مش هيبقى فيه اي حاجة تزفر. ونبص تاني على بلح الشام اخباره ايه، ياخد بقى وقته خالص وبراحته خالص، وكل ما هيبقى بيتقلي بهدوء كل ما هيبقى النتيجة احسن. معانا سارة على التليفون. ايه، اهلا يا سارة من السودان. الو، اهلا سارة. كيفك يا شيخ؟ ان شاء الله طيبة. اه الحمد لله يا حبيبتي، انا طيبة وبكل خير. انت عاملة ايه؟ تسلمي، انا بحبك شديد، والله بحبك شديد. حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. يلا بس عايزة اسألك سؤال، بلح الشام لما نخططيه في الزيت هو باري. اه ايه؟ يلا لما اقطع القطعة الأولى. اه وطلعته. اه انا تاني اقوم ابرد الزيت واحطه تاني ولا ارميه حار؟ لا مش فاهم، هشرح لك تاني عملنا ايه. حاضر هشرح لك تاني، هشرح لك تاني يا ساره. لا الزيت بارد، العجينه ما عادتش سخنه، العجينه بردت بعد كل الضرب ده طبعا. حاضر حاضر، اللبن هنا غلي مع الزيت ومع الفانيليا، هنحط فيه الدقيق. طبعا لو ده بلح الشام عادي هنعمل نفس اللي بنعمله ده بس في الميه. هنقلب وهتبان مكلكعه وملخبطه ومنعكشه ومش احلى حاجه خالص. لا تقلقوا، استمروا في التقليب. وفتحوا العجينه عشان تستوي من كل ناحيه وعشان بخارها يطلع من كل ناحيه. نفتح كده زي الفل. بس خلاص العجينة أول ما بتعمل معانا كتلة كده كاملة بنبقى عارفين إن هي جهزت أهي. شايفين المنظر؟ هشيلها من على النار، هسيبها تهدى شوية لحد ما اروق دنيتي. هنا انا هنا عايزة ايه 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 تاني تاني كده براحة. حاضر، نشيل كده الغطيان اللي مش هنشيل بقى كل اللي مش عايزينه عشان ايه نستعد للضرب. احنا بنضرب بايدينا المرة دي، مش عاملين اي حاجة خالص بالعجان. يلا بينا. معانا زبيده من السودان. اهل السودان النهارده ايه يعني مسيطرين على الحلقه. انا متابعاكم والله، انا متابعه برنامجكم قوي. حبيبه قلبي انا بحبكم يعني فوق الوصف. يا روحي قطع، كلمينا تاني يا زبيده، انا بحب اهل السودان حب مش طبيعي يا جماعه. مش هرد عليه، قولي له بلاش انت. بلح الشام زي ما انتم شايفين كل مرحلة بيظبط ويتنفخ ويبدأ ياخد لون ذهبي فاتح كده، ده بالظبط اللي احنا عايزينه. يلا بينا نرجع بقى للعجينة دي. احنا اتفقنا المرة دي ان احنا هنعمل ايه، هنضربها ولكن من غير عجان عشان اللي ما عندوش عجان ما يفتكرش ان باظت كده الدنيا انا مش هعرف اعمل بلح الشام. لا عادي خالص، هنعمل بلح الشام وهيطلع زي القمر. كمان البيض اللي ضربناه خفيف قدامنا هنا اهو بولة، وهاخد كل العجينة هنا هبدأ أفتح فيها عشان أطلع البخور.
هسيبها كده على جنب شوية مع نفسها، البخار يطلع منها. هروح كده اشغل نفسي شوية ببلح الشام، اشوف حصل له ايه واشوف قليه بقى ايه. ممكن ابدأ دلوقتي اعلي درجة الحرارة شوية، لاني خلاص مطمنة ان هو ايه اتنفخ وبقى هش من جوه، مفيش تلبيد. ما هي النفخة دي معناها انه مش ملبد من جوه، لو ملبد من جوه ومعجن عمره ما ينفخ النفخة دي. فاحنا كده مطمنين جدا على بلح الشام بتاعنا. شادي عنده شربات؟ اكيد كنا عاملين شربات من اللي عملناه قبل الحلقة، موجود صح؟ لو بارد دخله لي عشان مش عايز استخدم بشربات سخن. بلح الشام محتاج بقى دلوقتي كده كل شوية تقليبة صغيرة عشان نضمن ان احنا بنلونه بنفس الطريقة من كل الجوانب ونفس الدرجة. والشربات اللي احنا عاملينه له هنا، يا الله سخنة نار لساعتنا. الشربات سخن، اقفل بس عليه، مش عارفة اشيله من كتر الايدين سخنة، ونسيبه بقى يهدى. هاجي للشربات هحط عصير الليمون، وانا هحط شويه ميه ورد، دي اختياريه طبعا، اللي ما بيحبهاش مش هيحطها. وهحط كمان باكت فانيليا من دريم. الفانيليا بقى مع ميه الورد هتخلي بلح الشام ده احلى حاجه في الدنيا. وطبعا مع باكت الفانيليا اللي احنا هنحطه من دريم ده كمان، احنا كده ضمننا مفيش اي احتمال لان يحصل زفاره للبيض. تقليبه بس، الشربات كده جاهز، شربات بلح الشام تقيل مش خفيف. يلا نرجع للعجينه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نضيف البيض تدريجيا واحنا بنعجن. فاكرين في العجانه كنا مشغلين العجانه وبنضيف البيض؟ بما اننا دلوقتي شغالين بايدينا فاحنا هنعمل نفس الحاجه، هنضرب بالمعلقه وايه ونضيف البيض. فانا هنزل حبه ايه، حاضر، وقلب. بتبان زي ما انتم شايفين كده اهو، ده المنظر اللي كنت بقول لكم عليه، مفتفته ومش هتجمع ومش احلى منظر خالص في الدنيا. لا ما تقلقوش هنوصل، بس ايه براحتكم خالص. ناخد بقيه البيض ونبدا نكمل في الضرب واحنا بنكلم ام محمد. يا ام محمد اهلا وسهلا. قطع يا ام محمد، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. تقليب يبان سايل ومكلكع ومش متجمع ومفيش اي حاجه هتطلع منه في الاول، لا تقلقوا استمروا. وناخد ام ندى على التليفون. يا ام ندى اهلا وسهلا. الو، اهلا يا ام ندى. شفت لسه مكلمه حضرتك من شويه. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه على بلح الشام. اموريني اتفضلي. كانت من شويه برضو واحنا متصله وسأل حضرتك، لما نحط اول دفعه في الزيت البارد ويسخن والثانيه هنعمل ايه؟ لا انا فهمت بقى السؤال دلوقتي، لازم كله يتحط في زيت بارد. فلو انت حطيتي في زيت بارد وهتقلي دفعه ثانيه لازم تستني الزيت يبرد. نسيبه لما يبرد. سيبيه لما يبرد خالص وبعد كده اقلي. لازم كل مره. انا حضرتك بعمل بلح الشام بعد ما بخلصه واحطه في الشربات بيبقى طري معايا، مش بيبقى ناشف كده ومقرمش. بتقليه بنفس الطريقه دي ولا كنت بتقلي في زيت سخن؟ لا بارد. زيت بارد؟ شرباتك تقيل؟ بارد؟ وبلح الشام بارد؟ ايوه. لا يمكن محتاجه بس تقلي شربات زياده. الشربات مش تقيل كفايه، شربات بلح الشام تقيل عشان ما يبوشهوش. انا بعمله على طول، ولما شفت حضرتك بتعمله النهارده فقعدت عشان اشوفه، عشان انا على طول بعمله بس بيبقى طار زي ما بقول. لا يا حبيبتي تقلي بس الشربات، خليه يتقل منك وانا هوريكوا تقول الشربات. يعني انا سايباه على النار هاديه اهو، هوريكوا تقول الشربات بيبقى عامل ازاي علشان تبقوا عارفين. بيبقى زي العسل الابيض كده واخف منه حاجه بسيطه، ما ينفعش يبقى اخف من كده هيبوش لكم بلح الشام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هبدا اعجن بايدي كده، شايفين بقى ايه بدات تلم شويه، ما بقتش بنفس النعكشه بتاعت الاول.
بتتقل كمان على ايدي، ما عادتش خفيفه. مادام وصلت للتقل ده خلاص، بتشد الجوانتي من ايدي، يبقى اقدر ايه ارجع بالمعلقه تاني او الاسباتشولا اقلب فيها براحتي. اقلب لحد ما الاقيها بقت عجينه ناعمه، شايفين لمت اهي، لزجه. لزجه طبعا، مغلباني. طبعا مغلباني، تقيله جدا على دراعي، ولكن ده منظرها الصح، دي لزقتها الصح اهي، شايفين بتنزل على من على المعلقه بالعافيه. دي كده علامه ان احنا مشينا صح وعجينتنا مظبوطه. هتقولوا لي العجان يعني اسهل؟ طبعا يعني شايفين ايدينا اتملخت في الموضوع، ولكن لو ما عندناش العجان مش معناه ان احنا مش هنعرف نعملها، عادي اهو اتعملت وزي الفل. فالموضوع بسيط، العجان للتسهيل مش للتعجيز، مش معنى ان هو مش موجود ان احنا خلاص باظت الدنيا. ايه رايكم بقى؟ انا هفضل اقلب فيها كده لحد ما تنعم معايا خالص، لحد ما حضراتكم ترجعوا من فاصل صغير جدا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل وطلعت بلح الشام من الزيت. انا بحب اللون ده، بصوا يعني انا عامله ده اهو، ده اللي قبل الهواء. افتح ليه؟ عشان ده ارفع، لكن انا عامله الكلبوس ده، فالكلبوس ده نغمقه شويه علشان نضمن ان من جوه مستوي خالص. عايزه بقى اقول لكم حاجه، ان كمان وانتوا بتنزلوا الزيت تقدروا تعملوه نص الطول ده، بيبقى زي الكوره كده، بينزل كوره بالظبط، فتتكل كور صغيره. ممكن ابقى اوريكم شكلها بالعجينه الثانيه. وده اهو اللي احنا عاملينه من قبل الهوا، يعني احنا بنعمل احتياط، لكن حاجاتنا بتطلع على الهوا زي الفل وما عندناش اي مشاكل. لكن بنحب الصراحه في اخر الحلقه، ده من احد الاسباب يعني احنا ليه دايما نعمل تاني. هتلاحظوا ان انا دايما اعمل نسخه لحاجه اوريدي هتطلع على الهوا، عشان انا بحب منظر الكاونتر اللي مليان حاجات، بحسه كده بينم عن الكرم وبينم عن حلاوه اللمه يعني. فعشان كده احنا بنحب نعمل زيادة، فهو ده اللي من قبل الحلقة وده اللي في الحلقة، ده ناقص يبرد عشان ننزله في الشربات البارد. والتشوروز اهو، تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الشكل ده ازاي. التشوروز بالمناسبة يعني المفروض يبقى ارفع من كده، في ناس بتعمله كده عادي، في محلات بتبيعه كده عادي، فده مش غلط، لكن التقليدي ان هو يكون ارفع من كده كمان. وكل اللي هيتحكم في المقاس او في العرض الحجم البلبلة اللي هتشتغلوا بيها. يعني البلبلة دي اهي اوريها لكم، هي اللي ادتني الحجم ده. ورينا يا حمدي، شايفين مقاسها؟ انا هحط صباعي جنبيها عشان تعرفوا، يبقى في بس نعتمد على نظريه النسبيه يعني عشان تشوفوا مقارنه بايدي هو قد ايه فتعرفوا حجمه، لان احيانا الحاجه لما بنبقى عاملين عليها زوم ان بالكاميرا كده بتبان اكبر من حجمها. فهو رفيع، ده اوريدي اهو رفيع، لو خدته كمان ارفع من كده يطلعه لكم بشكل التشوروز المكسيكي بقى التقليدي خالص الرفيع جدا. تعالوا نشوف عملنا الشكل العشوائي ده ازاي. مبدئيا كده التشوروز مش زي بلح الشام، ممكن يتقلي في زيت دافي مش سخن. طب اشمعنى يا ساره؟ عشان ارفع رفيع فيتحمل ان الزيت يكون فيه شويه دفان. فانا شلت الزيت اللي على النار من اول ما رفعت منه بلح الشام وسايباه على جنب بيدفى وبعيد عن النار اهو، انا ما قربتش لسه من الحراره ولا اي حاجه، هاجي اعمل التشوروز. مش قربت من الحراره ليه؟ هو اوريدي دافي، فانا مش محتاجه ارفعه على النار دلوقتي. بنيجي كده، طبعا نقلت العجينه لكيس حلواني بالظبط بالظبط زي ما عملنا في بلح الشام، حطيت البلبله المختاره اللي انا عايزاها وهبدا اضغط. واحاول اخلي اشكالي عشوائيه
بقدر الامكان، كل ما يبقى عشوائي كل ما يبقى حلو. تاني نكمل. عايز ايدين يعني جامده. لا يا عم، الله الغني. بالظبط، يدخل يحرق لي دمي، هو حرق لي دمي طول اليوم اصلا، انا ناقصه. بصوا اي اشكال عشوائيه هو دايما بيبقى كده. ونكمل. مش زي بقى بلح الشام بنقعد ننسق فيه وكده، لا هو العكس تماما. زي ما انتوا شايفين بنطلعه عشوائي جدا، وكل ما يبقى منعكش كده يبقى احلى. يلا اكياس، عشان كده بقى عرفتوا ليه قلت لكم اكياس تقيله. لو مش لاقيين كياس بلاستيك تقيله يبقى البديل عندكم اكياس القماش. تصدقوا ان عضله ايدي يعني عملت. والمقص طبعا زي ما انتم شايفين بيدينا الشكل اللي احنا عايزينه وزياده. انتوا عارفين دي مغلباني ليه؟ عشان في شويه هوا هنا، فانا هطلعهم اهو. بس كده يبقى اسهل. يلا بس موضوع عشوائي خالص وبسيط خالص. واعتقد بقى يعني احنا النهارده عملنا ايه؟ برشمه البلح الشام، مفيش بقى حجج ولا ما بعرفش اعمله يا شيف ساره، ولا بيبوظ مني يا شيف ساره. خلاص احنا عملناه بالتفصيل، وعملنا كمان التشوروس بنفس الطريقه اهو. وعلى فكره العجينتين ينفعوا لبعض، يعني لو انا استخدمت عجينه بلح الشام للتشوروس مفيش مشكله، مش هتقول لا يعني. هي بس الفرق ان فيها شويه سكر، بس الصراحه يعني عشان اكون حقيقه يعني واقعيه مش بيفرق قوي بصراحه. يلا نكمل كل ده. بصوا انا بعيده عن الحراره وبعيده عن النار، كل ده انا لسه ما روحتش عند النار. ليه؟ لان الزيت بتاعي دافي فانا مش محتاجه، لكن لو كان بارد تماما كنت هبقى حاطاه على النار وانا بعمل الخطوه دي. وتاني اللي بيسالوا لما اجي اعمل كذا دور هعمل ايه، لازم الزيت يبرد، يا اما بلح الشام مش هيبقى مظبوط. وانا قلت اهو لازم زيت بارد لبلح الشام، يا اما بيبقى ملبد ومعجن من جوه وبيشرب زيت وبيشرب عسل وكل بقى الحاجات اللي انتوا بتشتكوا منها. يلا جهزنا كده وخلصنا كل كمية العجينة، نقدر بقى نرفع الزيت على النار واحنا مطمنين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهسيبه زي بالظبط ما عملت مع بلح الشام. شربات بلح الشام برضو انا سايباه هنا يتقل، انا قلت انا عايزه شربات تقيل عشان ما يبوش بلح الشام، فاحنا سايبينه هنا بيتقل وبياخد السمك الطبيعي بتاعه. ولسه انا عايزاه يتقل من ينزل من على المعلقه. بصوا هو بينزل على المعلقه بسرعه ايه؟ ما نظبطه فوكس كده. ايوه شايفين؟ انا عايزه ابطا من كده شويه، ابطا من كده علشان ايه؟ ما يبوش بلح الشام. مجهزه الصينيه بتاعتي، الصينية اللي هيطلع عليها بلح الشام من على النار، وحطاه هنا بكل بساطة. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا بلبلة أصغر هتديكوا شكل أرفع وهيبقى لطيف جدا. الشربات أهو بعد ما برد، تعالوا نشوف بعد ما برد قوامه عامل إزاي. بصوا
بينزل من المعلقه بتقل، ممكن كمان يبقى اتقل من كده شويه، مفيش مشكله. انا اسفه يعني ان انا باخد وقت كبير عند التفاصيل الصغيره دي، بس لان هو فعلا التفاصيل الصغيره دي هي الخط الاحمر الرفيع بين نجاح وصفه وفشلها، وانا مش عايزه حد يفشل منه حاجه. البوله دي صغيره عليا، فانا هنقل الشربات لبوله كبيره وحاجي والشربات بارد تماما، انزل فيه بلح الشام اللي برضو بارد، بارد وبارد. لما بنبقى عايزين حاجه تطرى مننا زي البسبوسه وتبقى مرمله ورطبه كده بننزل سخن على سخن، لما بنبقى عايزين حاجه تفضل ماسكه نفسها ومقرمشه بننزل بارد على بارد، لما بنبقى عايزين ميكس بين الاثنين زي الكنافه مثلا بنقوم عاملين ايه؟ بننزل واحده سخنه وواحده بارده. اديكم عرفتوا القاعده العامه للموضوع، فتقدروا انتوا بقى ايه تشتغلوا على الاساس ده وتبقوا عارفين السر، لان انا افضل ان انا بدل ما احفظكم كل وصفه ان انا افهمكم الكونسبت العام او المبدا العام وانتوا تتعاملوا. بلح الشام بتاعي شايفين قرمشته؟ باين الصوت يا حمدي؟ مقرمش وجميل. هنزله ايه؟ لا ما هو راح مع اللي راحوا بقى خلاص. بعد الشر عليك يا حبيبي. ننزل بلح الشام المقرمش الجميل ده في الشربات البارد، وعشان هو مقرمش وجميل كده انا عارفه ان مش هيحصل له اي حاجه. تقليبه ما ننقعوش بقى، يعني احنا بس هنفضل نقلب كده شويه لحد ما نضمن ان هو كله اتغطى بالعسل، ونطلع على طول على طبق التقديم. مين معانا يا نور؟ سما معانا على التليفون. يا سما اهلا بيكي يا روح قلبي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا وسهلا. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي كله زي الفل. انا بحبك قوي وبحبك اتفرج عليكي جدا. ربنا يخليكي يا روح قلبي، اشكرك اشكرك اشكرك، انت جميله. بحبك قوي وبحب اتفرج عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، كله من ذوقك بس. طيب انا عايزه اتعامل مكرونه بشاميل. عايزه ايه؟ مكرونه بشاميل. حاضر، احنا عايزين نعمل بقى مكرونه بشاميل، بتطلب مننا كتير ونسيناها. وبقى لنا مده كده ما عملناها. ايه؟ فاكر فته الملوخيه؟ مش انت باين اللي اتريقت عليها صح؟ ايوه انت اتريقت عليها في الاول، وبعدين قلت لك طب اتقل بس وشوف صح؟ انت، انا فاكره. ما ده اساسي طبعا، هو انا هعمل حاجه ومش هتخلصها؟ ده اللي ناقص. شغلته في الحياة. هنعمل محل المكرونة البشاميل، ومرسي على تليفونك يا حبيبة قلبي. عايزة اوريكم التشوروز اللي بيحصل فيه. بصوا قاعد اهو يستوي، مش عايزين نقلب بالمعلقة بمصفة الزيت دي، لسه جامدة لسه عليه. احنا عايزين كده ايه بالحنية، لسه احنا في مرحلة الحنية دلوقتي، مدام العجينة لسه ما استوتش، بس ضروري نقلب عشان عايزين نسوي كل الجوانب او حتى نجيب الزيت عليها. وهنا بقى ما يهمكوش شكله يحصل له ايه، احنا عايزينه عادي يبقى عشوائي، وما فيش عندنا مشكله خالص في ده. كل ما يبقى عشوائي كل ما يبقى شكله جذاب اكتر، بس خدوا بالكم لا يتكسر. يلا نسيبه في حاله كده شويه، ونيجي هنا نرص القمر ده. شايفين الجمال؟ وبس انا عايزه اوريكم حاجه قبل ما نرص. تعالى كده يا حمدي، تعالى كده بس ايه نوريهم بس نظريه كده. حمدي هات لي الصينيه دي. عارفين دي انهي صينيه يا جماعه؟ دي الصينيه اللي طلعنا منها عليها بلح الشام من النار من الزيت. انتوا شايفين المنظر؟ المناديل ناشفه اهي، ناشفه باستثناء كام بقعه زيت خفاف، المنديل ناشف. ده معناه ايه؟ ان عجينتي مظبوطه، مقدار بيدي مظبوط، ضربت كفايه، زيتي كان درجه حرارته مظبوطه، فبالتالي بلح الشام مش شارب نقطه زيت ينزلها، حتى يا دوب هنا العلامات دي من المعلقه نفسها اللي كنت بنزل بيها، لكن بلح الشام نفسه مش مصفي حتى زيت. لازم تشوفوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده، مناديل نظيفه مش مناديل غرقانه في الزيت ومبلوله منه وبايشه منه، لا خالص، ده يعرفكم ان في غلط. فلما تشوفوا المنظر ده تفرحوا بنفسكم كده وتبقوا عارفين انكم عملتوا بلح شام مظبوط. علامات صغيره كده ايه لما الواحد يشوفها وهو بيشتغل يفرح.
يبقى عارف ان شغله مية مية. ونرص. احلى حاجة بقى في بلح الشام كده وهو طالع من الزيت كده بيلمع، مرحلة الرص دي مرحلة ممتعة وبتحسسكوا ايه، الله انا عملت حاجة حلوة قوي وانا اللي عاملاها، ما روحتش جبتها جاهزة، بتفرحوا كده. الحاجة اللي بتتعمل في البيت ليها فرحة غير خالص ان انا اجيب اي حاجة يا جماعة، مهما كان معايا امكانيات ان انا اروح اجيب من اغلى حلواني في الدنيا، عمر ما هتبقى فرحته زي فرحة اللي انا عملته في البيت. وبالمناسبة يعني مش بالضرورة يكون اللي حضرتك عملتيه في البيت هو احلى حاجة خالص، بس هو من ايدك يعني، ده المكون السري زي ما بيقولوا، ومفيش اي حتة تانية هتعرف توفره. بنصفي من الزيت واحنا بنطلع كده، اسفه من العسل مش من الزيت، هو مش شارب الحقيقه اي زيت. وبنرص الرصه الحلوه دي، نكمل بقى نكلل جهدنا ايه بشويه مجهود في التقديم، فتطلع الحاجه سبع نجوم. عايزه اروح اشوف التشوروس ده بيحصل له ايه علشان شكله كده ايه بيلون جامد. ونقلب. التشوروز يا جماعه ما بيبقاش فاتح زي بلح الشام، لا بيبقى غامق، بيبقى اغمق منه بكتير كمان. عايز تطلع فاصل؟ حاضر. طب ما تستنى اقلب واوريهم بس الحاجه وهي اهو، قلبنا على الناحيه البيضة وهو ده بقى لونه، لونه ما بيبقاش فاتح زي بلح الشام، باكد لونه بيبقى اغمق من بلح الشام. فده كده يا دوب الوش التاني ياخد نفس اللون وهنطلعه على طول. حضراتكم هتطلعوا فاصل صغير جدا لحد ما انا ارص بلح الشام واطلع التشورز ونرجع نشوف حلقتنا كمان فاضل فيها ايه. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبندلع بقى ونروق بلح الشام اللي تعبنا فيه ده، شويه رشه فستق على الوش كده، رشه جوز هند، رشه اي حاجه احنا بنحبها او من غير خالص لو احنا بنحبه ساده، بس هي للمنظر اكتر ما هي للطعم. فانا رشيت هنا رشه فستق ورشيت هنا برده رشه فستق. وتعالوا بقى اقول لكم التشوروز بنعمل فيه ايه. اولا وهو الاهم، التشوروز يا جماعه بنسويه غامق، تاني باكد بنسويه غامق، لازم يبقى مقرمش، بيقرمش ناشف وانا باكله، هو ده المظبوط بتاعه. فاللون ده هو الصح. بنعمل له ايه بقى؟ بنعمل له سكر وهو سخن، لازم الخطوه دي، سكر وقرفه، ونخلط كده السكر والقرفه مع بعض. القرفه دخلت في مراخيري يعني حتف، فتوقعوا ان انا اعطس في اي لحظه دلوقتي، كله مستني. تقليبه للسكر والقرفه مع يختي، وناخد التشورز السخن ده نقلبه فيها. طبعا انا اضطريت استناكم فعشان كده ما بتلزقش فيه، لو كان لسه طالع من الزيت كان زمانها لزقت فيه وماسكه فيه جدا. فانا هاخد كده ايه اقلب، ويعني على قد سخن، لازم سخن عشان يمسك فيه.
بصوا كسرت واحده مننا، تعالوا اوريكم هي من جوه عامله ازاي اهي بعد اذنكم، عشان ما حدش يقول لي بتلبد مني اهو. لو مشينا على الخطوات شايفين ولا تعجينه واحده، فما حدش بقى ليه حجه. يلا، وهو بقى سخن ينزل في الخليط بتاع القرفه والسكر ده، يمسك فيه عدل لما يكون لسه طالع من الزيت. وانا هوزع كده وهاجي اخد حالا سكر وقرفة على الوش نغطي بيه. من الموضة دلوقتي بقى كمان المحلات اللي بقت بتعمله في مصر، هو ما كانش منتشر في مصر، بقى في محلات كتير بتعمله دلوقتي في مصر. من الموضة دلوقتي انه يقولوا لكم ايه عايزين عليه صوص، ففي ناس بتطلب صوص شوكولاتة، في ناس بتطلب صوص كراميل، فانا هحط لكم ميكس من ده وميكس من ده. كراميل اهو، وكمان صوص شوكولاتة، وده بنحط عليه صوص بأريحية. ليه؟ لأن احنا مش حاطين له سكر، أو حاطين له سكر بمقدار بسيط خالص، فاحنا ما عندناش مشكلة إن احنا نحط حاجة للتحلية. فطبعا الصوصات دي بتدي طعم مسكر جميل جدا. وطبعا في الشكل التقليدي العادي جدا اللي هو مجرد القرفة والسكر اللي حطيناهم أول ما طلع كده، ينفع وكده ينفع، والاتنين جمال وزي الفل. تعالوا كده نقدمه. واهو جنب اخواته. يبقى النهارده عملنا ايه؟ النهارده حلقه كامله، محدش بقى ليه حجه يقول لي بلح الشام باظ مني. اللي هيمشي على الحلقه دي بكل حذافيرها، يمشي على كل خطواتها، يمشي على المقدار مظبوط. باكد لما قلت كوبايه في المقدار فانا اقصد كوبايه معياريه. الكوبايه المعياريه ساعتها 240 مللي، فلو انا ما عنديش طقم كوبايات عياريه هروح اجيب كوبايه يكون ساعتها 240 مللي، مع ان بصراحه يعني يعني ما عادش في حجه. يعني احيانا في حاجات زي العجانه مثلا بقول لكم مش ضروريه، وهي فعلا مش ضروريه، وببقى عامله في اعتباري ان هي رقم يعني غاليه على ناس كتير، فبحط ده في الاعتبار. لكن بصراحه طقم العيار مش قادره الاقي لكم حجه يا اولاد، رخيص جدا يا جماعه. ده انتوا ب 25 30 جنيه تجيبوا طقم كام؟ 13 ونص. نور بتقول لي اهي لسه شايفه طقم عيار ب 13 جنيه ونص، فما تقوليش بقى ده يعني كيسين شيبس يا جماعه، كيسين ثلاثه. فما فيش حجه ان حد ما يبقاش عنده بصراحه طقم عيار في البيت، ما فيش خلاص حجه. رخيص جدا، متوفر جدا في كل الهايبر ماركتس اللي بتشتروا منها طلبات بيتكم، هتلاقوه في قسم الادوات المنزليه او قسم ادوات المطبخ، ورخيص ورخص التراب. الحاجه الثانيه برضو اللي يعني ممكن تكون اغلى شويه بس هي برضو ما زالت في المعقول، الميزان. الميزان يا جماعة من أول 80 جنيه، أنا لقيت ميزان ب 85 جنيه مرة كده في مكان، لو بس أفتكر فين مش فاكرة. فبرضو من الحاجات اللي ملكوش حجة فيها، خلاص رخيص، فليه ما أستخسر ال 85 جنيه دول ولا ال 13 جنيه دول وأبوظ وصفة كاملة ومقادير وصفة كاملة أرميها لمجرد إن أنا استخسرت أجيبه؟ حرام، ما يصحش والله. وإحنا ناس كده إيه شاطرة ومتمكنة، دي أدواتنا في المطبخ، الحاجات دي دراعنا اليمين في المطبخ. فأرجوكوا أرجوكوا نعمل كده. شفتوا بقى المنظر الجميل ده؟ ده بلح الشام اللي عملناه قبل الحلقة مستخدمين بلبلة رفيعة، وده بلح الشام اللي عملناه في الحلقة مستخدمين بلبلة أتخن شوية. أنا بوريكم الفرق في الأشكال عشان تختاروا الشكل اللي يعجبكم. ده التشوروز اللي عملناه قبل الهوا سايبينه فاتح، وده ما كانش صح، كان المفروض نغمقه سنه بس عادي بسيط، انا بس حبيت اديكوا اوبشنز يعني. ومستخدمين برضو نفس البلبله، بس هي هنا كانت خليته ينفش اكتر طبعا لدرجه حراره الزيت يعني مش مشكله. وهنا ده اللي عملناه على الهوا برضو طالع اهو زي القمر، والمفروض بقى هو يكون لونه ذهبي غامق كده. بنحط له قرفه وسكر وهو سخن، بنحط له صوص شوكولاته، صوص كراميل، وايت شوكليت اللي احنا عايزينه، نوتيلا براحتنا. وادي العجينه اللي كل الناس بتشتكي من ان هي بتبوظ منها، مفيش ابسط من كده، وعملناها بالعجانه وعملناها بايدنا، مفيش حجه بقى. عايزه اشوف تطبيقاتكم، وعايزه اشوف رايكم لما تجربوها، ويا رب الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم باذن الله. هسيبكم في رعايه الله، وهستناكم بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. بفكركم ان كل وصفاتنا بتنزل على صفحه القناه بي ان سي فود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، صفحتي انا كمان سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب،
واليوتيوب بيكون عليه بقى فيديوهات في خارج نطاق الحلقة، حاجات تانية لو حابين تتابعوها. بفكركم ان عندنا اعادة الساعة 10:30 بالليل للي فاتته الحلقة. بفكركم بنقطة مهمة جدا، لو هنعمل بلح الشام دفعات لازم كل مرة الزيت يبرد، لازم كل مرة الزيت يبرد علشان ما تبصش مننا العجينة. دي كانت حلقتنا النهاردة، كنت معكم سارة عبد السلام، وأشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. مع السلامة.